السماء القرآن الكريم، لكن هي مواعية مباركة عطرة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآن من الإزعاج الكبير كبيرك وقار الشيخ محمد كيد المتل قارئ والمكيد بخلق الحمار ملك الزعزبين في الزكازي نسأل الله عز وجل أن يوافق حسن التلاوة وأن ينفعنا بتلاوته فليتفكر فضيلته المشكورة ومن المولى عز وجل نرجوها. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم تعليك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ